هو في مجموعة من يعني من الأدوات اللي بنستخدمها في شغل الرياضيات الذهنية، ولكن لازم أنا أول ما أبدأ لازم أعرف الطفل نفسه إيه المهارات اللي أنا عايز أحددها. لازم أبدأ في البداية أشوف إيه المهارة اللي أنا عايز أنميها فيه. عنده ضعف في التركيز، عنده ضعف في التخيل، مذبذب شوية، شخصيته مذبذبة شوية، لازم نشتغل على الموضوع ده. ما بيثقش في نفسه، فلازم في البداية أبدأ أحدد إيه القصور اللي أنا عايز أعالجه، إيه الأدوات اللي أنا محتاجها، وبعد كده ببدأ أبني شغلي واستراتيجيتي في العمل. طبعا كل شخصية بتبقى مستقلة بذاتها، يعني الإنسان زي البصمة كده، كل طفل بيبقى مختلف شوية عن الطفل التاني، ولكن عموما يعني كل طفل بيبقى عنده ذكاء خاص في مجال معين يعني، ودي النظرية بتاعت تعدد الذكاءات، ان كل انسان ممكن يبقى ليه اكتر من ذكاء. يعني ممكن تلاقي في ذكاء بدني ان هو عنده قدرة ان هو يقوم برياضة معينة بشكل احترافي بشكل كبير جدا، ولكن قدراته في الحاجات التانية ضعيفة شوية او تعليميا او كده. في ذكاء فني، تلاقي واحد يعزف موسيقى رائعة جدا جدا، يرسم رسمة تبهر الدنيا كلها، وهو في مجالات معينة ذكاؤه. فأنا لازم أحدد أول إيه المعطيات اللي عندي عشان أبدأ أشتغل عليها يعني.